بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. باب في شأن التكبير على الجنازة وما فيها. عبابي هاي وحكو يمد إن الله أكبر لإجادة جنازوين كما قلت كان أيه وحكو يمد وشغها الحديث كتلمامي. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ثقة إمام أبو زكريا النيسابوري، أخبرنا عبد الله بن لهيعة المصري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وحيري كبروا تكبير صدوا الله أكبر لها على موتاكم كوين الدين تيدشو ذا بالليل هابين نمو يوم النهار مالين كبا أربعا أفر كبروا أربعا وي أفر قو تكبير صدى على موتاكم كوين الدين تيدشو ذا بالليل والنهار. حديث كان معنوه تلمام أيوه معنى سوغان وي إن ذاتك مركا اللي قلتو كان يسلاة الجنازة ذا أفر تكبير الله لي ما دو أي كتشرته مدى حدا شدى أي كتشرته. أحاديث بضنبا تلمام أيوه فعل أه أما حديث قولك وأيرتهي حديث كان كمدة سنة كسونا ضعف فكتشره ابن اللهيعة عبد الله بن اللهيعة الأنصاري المصري ضعف فكتشر في حفظه. أما معنى حديث قوة المامي وسوغان يهي وحاك الله سوغان إن شن قور شن تكبير لغده و شن تكبير لغده ودعاء لكرده وحاك سوغان لح وحاك سوغان تضبو سديد إلى سقال إن لقارسين كراسوغان. لكن أحاديثه أنت أبداً تهي أما الجمهور طبعا أبداً يهين وآفر تا تكبيرات وهي لكن كبداً إلا تكبير سنكره في صحيح مسلم بيكسوغان تهي. باب في فضل من صلى على جنازة. وحو بابي هاي جنازة روحي كنت كذا محو أجر هلا هيا. حدثنا حجاج ابن المنهال الأنماطي ثقة إمام قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري عن يعلى بن عطاء العامري ثقة إمام عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي أن أبا هريرة تحدث عن رسول الله. أبو هريرة صحابي أقر النيسان يا حدث كتبي وكور رمي عن رسول الله رسول كلاه بحكنا أولو كوري أنه رسولك قال إنو يلي من صلى على جنازة جنازة روحي كنت كذا صلاة فله قيراط أجر وين بولي قيراط كنا وابوت أحد أجر لئك وي قوين وعلى ملف ديا أجر لئك بإله ملك وديا سبحانه وتعالى عليس كسينة وتمانه قيام ميزانك اللقاء هيا. إذن ومن صلى عليها روحي كنت كذا هو طبيعة دنار راع وقبرك أرع واتكنت كتي مرك اللقاضي ودرع إلى الله صحب على هيا فله الروح أصغى وحليه أو هذا قيراطان لبا بورود لبا قوء ووين أجره صلاة وهل. إذن راعتان كنا وحكم قوني ابن عمر ومرك واغهوري انتو كتو كذو يوسك قهري تري مرك قاركو حديث كان ضنبئة الماما يننك انتو جنازة كتو كذو هذا راعة أجر وين بوليه موسى أغي. أبو هريرة مرك حديث كشيخ هي ابن عمر مقلي وهنك جنازة كنت كذا وحولي قيراط نينك انتو كنت كذا دنا راعنا وحولي قيراط لبعض ابن عمر مرك هو شبا ويكسب بودي. فقال ابن عمر وحيده انظر اسكفي روي ما تحدث به يا أبا هريرة. أبا هريرة حديث كشيخ سكفي رسبه صحابي النبي محمد بن هاي نبغى نبدأ كأقدوا معناها العصب ولي من مقال وعلم عصب كفرس لقوة يسكر لقوة وشا يدا ينكو قل أبو هريرة دو حوي حافظ الأمة أحفظ الصحابة على الإطلاق ويحافظ الأمة وي. إذن يا أبا هريرة وحلو انظر فيرو اسكفيري برو اسكأ ما تحدث وحد تبين يسبيه ما قبا يا أبا هريرة فإنك أدو أبو هريرة تكثر الحديث عن رسول الله برو حديث النبي محمد هذا كتبه سواء بدني هاي بول أذ بالنبي حقوق تبيسا. طيب أبو هريرة محور شكوى تقبل تقع عن طقب تين كيم
ما أنا أنا وحفظيي ودينت أنا حفظيي إذا كنا عندكم مشغولين بزنس كيني إيه بيريهني ميان دم بكو قلي وكشي كنجر حرنجر وراهي مهاجرين وحياة هم من من جناح سكية قانو سوقة بهي جناح سنجرين صار حواتين إيه مش قايد إيه خدمة إيه بزنس يقانين رأن صاردنا نمن بيرلي أهم بور أرتي بيرتو قال هيا ما نيجي كسر شقي قالوا كي بعشرة إيمان هبينك حقوق يرفضين هيا هدواني ما طلع شقي ودال هيا وضادان هيا أنا أقول لك محانا هابو النبي محمد بن أكفر ديبو حرو النبي أكو تلام بن هابو حرتو رين لتشلي جيسو متقانا مركي عشرة برن هيان حرو والله صوك حين خير بلو كيني وحالي أنا دعينا وذات كان انتو عشر كتاب هبل يكون تحيني هاي انتو عشر كدقيسين هيا حلقون كي سمال صار هاي أنا قا قويس با يعني نكاس نوليش سب كفالة قاد هاي لقاني سمال متقانيو انت مركا هل كان جوكتور هير كاسد كتير سنتي ويلي دلين باتاي مركا لغو سوغدي ولغو ميدي قريعدي قددي عشدي ورنا ما ديو هدو مركا العشر كهار لما يشتوت الشيخ نقطو هيركي مع سلامة الله دي بدو مور هادين ميسي نينك فريد كي واناك سنت با كده بتو ورير كده بلها دو بقى لكري لكن ناقن كاسي هي مركا حول ابو هرير انوغو رسول كان كوش الله ونان لورا وحو النبي وكرسان الله يعني قعانت لك شنجري بيرنا وما كان ليه جرين قناعسنا يقوم حدنين مركا علمي بضان ورده في صحابة دي قناعسنا يسي إيو صحابة دي بير اللي ده هيد بأبو الرهي مركا إن بضان وكميد وحي ليه يا بجين علمي قناع عصوب أبو الرشيق هاي أسوه وليبا شالي سوى إسلامي إذا صحابة دي قدن بيسيبوها يوم خيبر مانيك اللي سنة كتضباط بو إسلامي وصوك وصعدين يمد ننها دي درهيد دوس ويمان حق إذا كي من نواءها وأنصارت ودن كدقين مهاجرين منا ما هاي طيب مركتي مركي ابن عمر إنكر وحول بلنا كان ابن عمر اللي هو مهاجري أنا كان برواي هاي فأخذ أبو الوحول قبتي بيده بيد ابن عمر بقبتي قعنتوا نفسي فذهب وحول آذي إلى عائشة عائشة الآذي حول يذكوا قضاء صحابة كلين النبي كأقدر ويدن كأقدر قاقن يذكوا قضاء أم المؤمنين عائشة عائشة كل بحنا بروح عن شيء وصح ياي إنه خلدين ياي فسألها ابن أبو هريرة ويديي أما ابن عمر بويديي عن هذا الحديث بويدي فصدقت وحي رميسي عائشة أبا هريرة الرميس ورنتي بيت الحديث كواجرة ابن عمر وهدي أدوائي كاهو صبح لما إلدوفتي أما علمي أدن قرن ويدي إلهي ومدك لأوسي وحبها خرارين علمي كدك يسالة ترتيب وركوساسوي صدرت أبو داود حورنجي رحمة الله تعالى عليه لا تنكروا حتى تعلموا ها إنكرنا علمي جي دين تلذين شو إلى أت أقاتم برتان ما بتجي راس كده علم بعوضات شيء آيات بود دليل شيء حديث بوك على طوري وحبي بسكو قافلي وحبي كره بودي وحبي على قنصة وحاتر هذا حقيقة يا لا إيش العي حقيقة كنتي لكن ما بتجي رو دق دق ويا إذا بدره أن الله بهني عمرك حديثك حديث صحيح وهي معنوه مركب وحاكو ترى نيك الجنازة كنت كذا كدي من الراعة على بدأ أجره ووين بوليه مركب حورين ترى من عمر قد قصرنا وحاكو حد قد مني في قراريد ضيعنا في قراريد كثير ورنج واقد دنبي انتازو قراريد انتازو قوة أجر بايقا بحصد ورنج لو أقول انتو كنت كذا يوسك دقاقج مركب قاركود مرة هو الراعي ترى لكن موسن أغين راعتان كنا إنو أجر قونا عليه هاي salaaduna ajir goona aleeda marka xurun jiray waxaan baylihinay oo meel ilaah ka baxsaday ee qawiyo waayna ajir marka waa in lagu dadaalo ninka marka ay duruf adag haysatay mooyeen marka janaajada muslimada laakiin lagu tukado in la raaco way meeshii lagayba u raacdo baabuur qaadatay ay ka daba lugaysayaba waa ajir way waana waajibaad kale isku leeyahay muslimiintu isku leeyahay way babun fi sha'ni iyaatil mariid wuxuu baab yahay booqashada ruuxa xanuunsan la booqdo أجرك أجرك أوليه حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي أخبرنا إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي عن ثوير بن أبي فاختة الهاشمي عن أبيه ثويرك ضعيف ضعف بكثرة ثوير لكن حديثه هو صحيح عن أبيه وسعيد بن علاقة الهاشمي ثقة إمام قال وحيلي نكا سعيد بن علاقة أخذ علي بيدي علي بن طالب باق عن طريق قبطي أخذ علي بيدي علي باق عن طريق سيسي فقال وحول علي
انطلق بنا إنا كين إلى الحسن حسن بن علي أن صوبه حسن بن علي ومرك حنون سناء أن صوبه نعوده أن بوقني فوجدنا وحان هلي إذا بوقشوا ما هنون قرابة بس أي شيء بس تقول تقارني هو يدا وحنون صداد بوقت وابوقش أبها ولالك ويل كذا وحنون صن بوقشوا وأجل بلا قوري طيب قص ما روحين وروح كلام مسلم أوي يوم قرابة هين قرابة هذا تطبقت وابوقشية قرابة نو يحررين انتبه هذا روح كلام مسلم بوقتنا دوا زيارة المريض وعيادة المريض وي يعذوا نبضي عانو فوجدنا وحنون هلي عند وعند الحسن مركان قوري تجنا الحسن ما يشود تجنا أنا وتجنا أنا علي من طالب ووحن وجوه الرئي أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس صحابي قاس هرطان أبو قضي الله فدي أبا وقاس نحوي حرقوف أود حيس علي من أبي طالب يا أبو موسى الأشعري إسكم أيسن في عيني حوي قولي رئي بني رئي شام معاوي رجي سبوي الحق ليي بآمن سنة علي مركان رجوا وين وصحابه وحكى طبنا يا هاي مرق علي موسى المودين ما دام يسكو دحسين لبودودو انو ويلكيس بوقنهاي لكن صحابو من سيده كعقل بدن باهي ايغو هلغم هيو دغالم هيو اسكو دحسن باركيس هدان ان يسخيرين هيا نيمد خول خيره خيره اتيين ويلكيس وحانوس انت او تغتو سو سلانتا دير او سيت هاي او كو ودغتا اسغا اي وها اورو دنبد غوينيسا مكا الصومالي تاوليبا نينكا كو كعسنت هاي اي قرابديسا اي وها اسغا اورا اي وخي اغمرا يا مال مشو فريستي بعد قوينيسا لكن صحابه سيدا معه إنك نحق هنا كله هاي علي يجون الرأي يسكو هيان بأمو قطع ميزان كورن باصو مرد كارونسن طيب ورك يدي جت إنك تعيش هاي أي سالة على هذا بعكس وإيش معنى إنك نعبتين أي سالة نعاوي حق كان واقليين سو ما بدك أنك أوي تغنى ورك أبي موسى الأشعري بو يي هلين فقال له علي وحكيري أعائدا جئت أم زائرا أعائدا جئت أم زائرا زيارة واسك بوغشد عادقة روح توصل عن تيبا لي هذا زيارة عيادون وروح ننسن أطبري لسي لابد أكلا بابوي إذا من روح ننسن با توصل عن تي وحوسو قسد دي رواك وحنسن صبري دي مسو حيكاء هيد ورالكا مسلم كاسو سلان إلا لابد أكلا بابوي ومرك الله كولانتي بدأ تسوق حنوسن لكن أولك عادي وشدادها روحي أهيد حسن صو سلام مسوا حيكا أهيد حسن وحنوسن هاي صوبه لا بابوي مرك تيبو ويدين هيا عائدا جئت ما ذو بوقن هيو روح بشي حنون كبوقن هيا تيمد أم زائر مس السلام بدو تيمد قرب سلام قال حدا بموسى لا زياره مئمنينه بل عائدا وان بريدين هاي حنون بان كبوقان هاي طيب علي مركة حديث وقوقي هاي بوروان وقوب بشاري هو شكوب سن هاي مركة سوكوي لمن موذي نينا حسن إيا أنيقا وان حيرني إساء أبي موسى وحول علي وقلوبته بنا آدم كإلهي بهاي بو هذين اسكود عنو حقوق أن اسكقون سنني والله ذي نوان نكلبو النبي حسن نبي محمد وان كورن هاي بور فاضو مارش مرك قلبك إلهي بهاي وحوى قلبك قصب الميسدي سيلانتي الزيارات إيقا قادة أبو رحبان هاي عدادين يعني وقرم هاي فقال له علي وحكوري سمعت رسول الله رسولك إلهي بان مقلو يقول له ما من مسلم روح مسلم مشير الله مهلو مسلم كاسو يعود بوقان هاي بوقان يبوشك بوقان هاي مسلم مسلم كلا غدوة أرور نسكوري إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي تضواتن كن أم ملك بكود عنيس إله ودم بداف إله أن حريصو الله خيرك وافتشي الله ودم بجيس داف الله عوريس أستر إله هانون يهداياسي خاتم خير الله كدل تضواتن كن أم ملك بكود عين ما دام وراك مسلم أتبوقتي در إله أبوقتي وقلبك إلى عصر لقاليد على وضهيا حي نصر أتبوقتي رب أتبوقتي إلا هضوب بغض صلى عليه وحا أماني أم ود عين روحي عائدك 70,000 ملك تضبات كن أم ملك حتى يمسي إلى أقلب يسته ونستن بلق جاره انت دعاء سبحان إساء دعاء الملائكة نوى مقبولة تدك معصومين تأ دنب أسان كدعين إن إلهي عازين الله بارق وضوى لا أجيبه ولا أقبله مركا ملائكة يكون دعيسه بندر بات جفتا باشا مركا يسوك دافي
meesha biyo cabaal iyo badar baad ku haysataa. Walaa yacuuduhu ma booqdo cashiyatan nis dambe iyo galab ilaa hadduu booqdo salla calayhi sabcuuna alfa malakin xataa yusbixa. Haddaad galabkii booqatana galabki laga bilaabo ilaa habeenkaasoo dhan ilaa waa uu kabri ku ducaynaya, qoraxa dambe ilaa ay soo baxdo bay kuu ducaynaya 70,000 malag. intaas sii socota maxaad ku dhex jirtaa? wa kaana lahu waxa uu ahaanaya khariifun mina gurasho fil jannati jannada, jannada waxaa lagaaga dhisi maalinka iyadaa beer weyn oo geed kastaba uu ku yaal, midho kastaba uu ka baxo, nuuc kastaba leh. beertan waxaa weeyaan baale waxay ka timid booqashadii hebel uu booqday walaalkii maalinkii muslimka uu booqday, beer baa la dhisahayaa oo beer janno ah. maalin kalaad booqato beer kale oo janno lagu goynayaa. intaasoo beerood oo janno ah ayaa rabbi subxaanahu watacaala kuu samaynaya. wa kaana lahu khariifun, ay waxaa masracatun wa bustaan wey, beer, beer weyn oo nooc kastaba leh, geed kastaba leh ayaa yaa u ahaanaysa ruuxa muslimka fi ljanna. riwaayad kale waxay tilmaamahayaan intaad sii socoto waxaad la mid tahay ruux midho janna sii guranhay, beer janna dhex socda, ajirka kugu dhacahaya iyo ducada kugu socota iyo ilaahay suu raalli kaaga yahay. marka inahaas yararkaaba jannadiiba waa jannadu waa dayaatay, meel cidlay taallaay wax qaatun baa la yahay. marka qalbi samadaas wanaaggaas dadka loo baahan, muslimiintu xaqaas bay isku leeyihiin, xaqa isku lahayaan baa haddana ilaahay ajirkaa siinaya. xaqi waalitinimadka iyo islaamnimadii baa rabbi subxaanahu watacaala haddana ajirkaa kaaga qorhaya. ayib, baabu fii shani talaaqi sunnati wamaa fiiha, wuxuu baab yahay xadiidku xadiid saxiixa weeye, xadiid saxiixa weeye, turuq fara badan buu leeyahay iyo shawaahidba waa leeyahay, shawaahidba waa leeyahay, laakiin xadiidku muxuu saxiix ku yahay xadiidkan cali, turuqda inteeda kale ku timid waa daciifa. xadiidta kale laga wariyay waxaan cali ka ahayn daciifa weeye, xadiidka cali baa saxiixa bituruqihi. baabu fii shani talaaqi sunnati wamaa fiiha, talaaqa sunnada waafaqsan iyo waxa ku yimid wuu baab yahay. talaaqu asalkiisu waa bannaan yahay hadday baahi keento oo ilaahay subxaanahu watacaala xadhigu xiro, haddana xadhiggaa qaabkii loo firi lahaa buu jideeyaa. hadday sida yuhuud iyo nasaarada la yidhahdo ruuxi labada isguursata weligood isma furi karaan, cadaab isku noqonaya cadaab. ninkuna islaantu ka soo boodi meel u dhaqaaqo ilaa imika dambe u dilo ama derbi ka tuuro ama u ceejiyo ama baabuur uu ku dhufto ayna sidoo kale. mar haddaad luqunta isla gashayn ma kala bixi kartaan, hawl adag wey. ilaahay subxaanahu watacaala marka xal buu keelay nikaaxii iyo caqdiga dhacay islaamiga ahaa qaabka loogu talagalay hadduu u socon waayo ama dadkii wada dhaqmi waayaan ama isla qaadi waayaan ama isfahmi waayaan, cadaab iyo caday kala kororsanhaya, waa isku aakhara seegahayaan, waa isku daalahayaan, waa isnacahayaan, aflagaa daa'iman. xal baa ilaahay keenay subxaanahu watacaala. markay xaajada iyo baahidaa timaado talaaqu waa bannaan yahay. mararka qaarkood inuu waajibaa laga yaaba oo waajib noqdo in la ysfuro oo la kala tago, sida ninku hadduu xaaskiisii ka dhaarto yidhahdo agmari mahayo muddo badan u dhaarto, sharcigu wuxuu siiyey 4 bilood, waad ka maqlaan kartaa gabadha gogosheeda. liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabbusu 4 ashhur, 4 bilood marka la gaaro waxaan leenahay gabadha ama dhig ama dhaqo ama reerkii la dego gabadhi xilayso ama dalqadeena maqashii baa leena anagu, socon mayso, sharciya lama ogola, 4 bilood ma dhaafi karto. hadday iyagu raalli iskaga yihiin 4 bilood ka badan bayse ag joogi karaan, iyagoon cidna wuxuu sheegan iyaga u taalla nin iyo reerkii iyaga u taalla, qaabka u dhaqmahayaan ma ogtahay, raalli iskaga yihiin. laakiin hadduu dhaar baalaha gooyo oo yidhahdo inaan ag maraynin oon maradeeda taabanaynin baan intaasba ilaah ugu dhaartay, waxaan leenahay 4 bilood baan kuu fasaxan cadha furfur. 4 bilood maalinkay gaadho ama waad furi ama waad ka noqon warka asagaa gubataabaadhi wixii baan ka noqday. ayib, haddaad diido xoog baa lagaaga furi, calacalaha intii lagaa garaaco lagu jeebeeyo ee xabsa lagugu tuuro lagaga dalaaqahaya, meeshan gumaysi ma yaallo. marka inuu waajiba laga yaabaa, waxaa kaloo laga yaabaa inuu waajibo haweenaydu hadday sayi'atulkhuluq tahay oo naag dabeecad xun oo carab dheer oo aflagaado badan ay tahay, sharcigu ha la furo yidhi, sharcigu ha la furo. nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, haddaadan furin soo ma aha ninkan muslimkee qaba
دعاء لقى أقبل مهاي إلهي وربي وحائسم اللقى يلي مهاي صعون مهاي سلان عرب ليرو سيئة الخلق وطبيعة حن وأهلك يا قرابتي نينك بقدر أنها ديتاي لقى أقبل مهاي أحمد وحوليه إبن حنبل مركة هستاسو كاين لفور واجب وي وحاك لو طلاق واجب نقون هيا نينك يحاسك هدي ولا رغم وايان با وشقاق وقاله ويسوك لبودان وأتكو قسمان تقولي غينا كفر مهايو طلاق حرق الله وحرنان هيا أمر تاغلين تسمى دين تموغل مجر توحص وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هذا إزقابا وإن سوك لبودان لبدو قيبا نصارين علينا هي ننكو يؤى والرهب الرهب اللي دقيدي سوطق إذا كان قبرنا يا هيد الرهب بقي الرهب اللي أخيرت دي علمه وإن إذا كان والله بدن هوشو ده بحر الله فيري ملف كوضا فيري بارح على الدوضة كان يقبرنا سميس أصنا كانوا سمي ما ينبوك عن قاضي وحنا يسميس هيك ورقم مصوصة بريسان ولا كلا كريو واي أين هو سوي استاق أصنا هو سوي استاق أما متكوت بس سوي استاق ماشي بركة ملاي قاعدي ويكلا فور حيان قاعدة أمام باهنو محكمة أمام باهنو ريبل أمام باهنو وذا دوب دوبوين أمام باهنو لابدا دوق با كلا فوري قوارد سعادة سيفا سقنتاي هل ديك بترسان إيسا كدمن وآروس إيسا وركو واركو بايا هل ديك ومحيم كيادو كوب سطي يمين كيادو إنو إلما كتيرو ونين كيورا ليه أي كان دنبرا أوزان ماشو أقو خرمين بالاسين هيا وفسحانت أروس بيبيلة جليس واركا كوبا موي أصغنا ما نكاس تودون هاي قرصدو ماذا حنتاج هاي يولي جهادات يدي دي ودي يلي ويدي ولي وادو حنان آخر سيك الدنيا سيك باكو قرد عشاء كجر تما حال كلا هدي اللو هاي خلع بافران يولي الدلقاتي هيدي إن لغا إبسدو بمعنى مهركي ألكو مهرستي إن يكو عفدو أما هدات تيسي أي سوء عرش محاكو إبسدي وقبرد كو قرصتي كون كون بقول غرام ذهب انت اسو سيد ذهب 10 كون دور بان كون ميرسد افر قالمود وجيل افر لو كان وحان لين هي وا نيكا وا لغا فوري مهركيس مو علنيسا ها واد علن هذا واخ كلا ويد مهر موسى سينين باي تراد انت اسا ليغو ميري عفي مان لين مهرك مهرك هداي عفيدو اما مهرك لسي اي سو علي سو عليسو وحان لين هي وا خلع وي خلع با فورن حكم با فورن طلاق إسكي بأي ما دوي باهي كأنت بفوران لكن إسهايس يدقال لما أقوله وحان لأقولين حديث كتوبان سودو تلمامي قبرنا مسلمات دعاء ننك إذا إنا يتراد إفور مبنانو هدا نبسرين أي ممرأة زألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة نوحو ليس الله عليه وسلم قبرنا مسلمات دعاء ننك إذا هدي ويدي ستفورتان يا طلاق أيضا وحدي بأو سنشرين يدقن حمو أو سنشرين gabadha ayada aakhara waxa haaraanka ah inay uruso carafta jannada ay heesho jannada ma carfinaysaa bimaana ma bagalaysaa halis way markaa in la iska ilaaliyo ama baabka sheekhu uu guntay talaaqo had markuu waajibo ama uu sunan noqdo ama uu banaan yahayba xilliyo goona lagu talagalay dumarka in la furo marka koobaad waa inay tahay madal haween dhalmadeysa way inay aan dhaleynin oo markaa qoosatay oo dhig beheleynin gabadha ayada xilli loo fiirmay markii aad isfahmi waydaan hawsha socon wayday soo dhaamaa xaaladdu waa fasaxaysa laano dhiigba ma heshaba waxa la xuguma gabadha yarta ay wali dhiiga gaarin gabadha yarta wali ba dhiiga helin hadii la furahayo Soomaalida gabadhan wali ba qaan gaarin la gursamo yaqaanaan gabadhan wali qaan gaarin oo la gursan Soomaali ma taqaan Allahumma quli reexeebadka aha reedeexeedka waa yaqaaneen reebara way ree markii iyo حمر قيب كم ذي هي ويا قانين طيب أنت ولا كريكورات كا لما قول لها لما قولوا ما يقانن جواران قان قالوا المهري ما يقانن لكن هو شرعي وبرنانته وين شرته طيب جواروا مرك هادين ديك أي سنجارين أما أي داف طيبة حلقي لوب هذا يهود ظروف كان تعرف صحيح كرا هذا يتي مرك هون ديك هشة وولي عادي دو مرك هشة وحال الربا أيضو طاهرة ودي قبين حقنا أيضا إسرقنا في صحبه درهاد بديك قبيستي شلا إيمان تيجوكتا أكتيدا ماذا مر وماذا قلمونين مركز الله فسيح كرا أيضو طاهر ومت أزرقتين مفوري كرتيد أيضو حيض قبتنا مفوري كرتيد
ayadoo umuur oo nifaas qabtana ma furi kartid. Labada xaalada lama ogolo, bimacnaa xaa'idah ama waa daahir laakiin waa ninkeeda baa is arkeen, labada xaalada mamnuuc weeye. Qaybtii marka buu sheekhu wax kaaga sheegayaa dalaaqu sunna markaas, dalaaqu sunna marka waxa weeye dalaaqa dhacay haweenay aan dhiig qabin ku dhacay, dhiig qabin tayib oo marka ama dhalmadaysa ama dhiigba aan gaarin ama daahira ah laakiin aan lagu galmoon dhiigga asaga ee dhowrka asaga ah. Tayib wa marka dalaaqeedu waa dalaaq sunna ah, waxa dalaaq bidca ah marka ayada ah gabadh dhiig qabto la furay waa bidco, waana xaaraan in la furo, ma banaano. Waxaa kaloo xaaraam ama dalaaq bidca ah ayadoo daahira laakiin soo aragteed usbuuc hore gabadh dhiig ka qabisatay, usbuucan dhan baad reer soo dhaqmaya ahaydeen, saakad isku boodeen, waad furantaa tiri bidca wey. Idan labadaasna lama ogolo. Tayib xagga marka ayaa cabdiraxmaan maxaa tiri xaamiladu iyadu dalaaqeedu waa bannaan yahay, waa sunna dalaaqeedu, dalaaqeedu waa sunna. Idan waa inay tahay galoof dhalmadaysay ama gabadhaan gaadhin ama xaamila istabaana xamluhaa markay uur leedahay waa la furi karaa. Tayib leanno haddii la furiyo haddii la daayaba maalinkay wixiidoo ku dheeraan iyo wax isbedeli ma jirin, maalinkay uu mushcidada waa dhammaanaysa. Haddaad galabta furto iyo caawa foolato dhicidada waa dhammaatay, doora firata fakatabi soomaali tiri. Mar haddaad galabta furto oo isla laba saac kadibna ay umusho cidadeedii waa dhammaatay, dhiigay ka qabaysa horey ka aroosaysa. Tayib marka waa inay tahay xaamilo ama aasiyo markaa quusatay ama sagiira lam tabluq, saddexdaas waxaa weeyaan dalaaqoodu waa asagu waa sunna. Waxaa asna sunna ah gabadha dhiigga hesha ee xaydka hesha, laakiin xaydkii markaa ka qabaysatay intay soo qabaysatay kadibna aysan is arag oydan istaabanin galma aysan dhicinna waa idna dalaaqeedu waa sunno wey. Afartaas marka laga reebo maxaa soo haray xaa'ido iyo gabadh daahiro duhriga lagu galmoodo, labada mamnuuc wey, waa dalaaqu bidca ama dalaaqu dalaaqi xaaraanka wey. Tiibu sheekhu tilmaamahaya xadatanaa muxamed ibnu cubayd aلطanaafisi abu muxamed alkuufi xadatanaa cubayd illaahi ibnu cumar alcumari thiqatu imaam can naafic mawla ibni cumar can ibni cumara qaala طalaqtu imra'ati, xaaskayga baan furay bu gabadhii ay wada joogeen bu furay. Calaa cahdi rasuuli illaahi xilligii nabi maxamed u noolaa salawaatu llahi wasalaamu calayh, wahiya xaa'idnu iyadoo dhiig qabta baan furay buu yihi. Fadakara dalika cumaru, cumar baa u sheegay lirasuuli illahi rasuulka ilaahi, yacnii acraafta inaa kala duwan waxaad arkaysaa bacdu saxaaba ama abnaau saxaaba aabayaalkood inay odhan hayaan abubakar cumar uu ku odhanayay, laakiin soomaalidu waxay u taqaanaan ninka aabihii ama adeerkii ama abtigii inuu magiciisu ku sheego xuquuq caasinimo bay u yaqaanaan. Hebel hebel madad tiraahdo oo adeerkaa yahay waa soomaali geeska ku gelinaya, maxaa yeelay curfiga inaa kala duwan, xuquuq cisyaan iyo xuquuq iyo ixtiraam darro baa ka muuqata in ninkii ruuxi waalidka ahaa magiciisoo mutaxaan lagu sheego cinda soomaaliyiin, ama curfigii muhaajiriin alansaar waxaad arkaysaa waa ka duwnaa. Ixtiraamka kale waa la imaanaya, laakiin markay wax sheegahayaan oo rasuulka ka soo tameeyeen cumar baa sidan sameeyey, ibnu cumar u dhaa culays kuma aha, cabdiraxmaan ibnu bakar abubakar baa saa iyo saa yeela, caaishu inay tiraa aabeheed abubakar baa sidan sameeyey, wa culays ooma arkaa. Faqaala rasuulullah, rasuulka ilaahi wuxuu yidhi murhu, maxaa yeelay cur waxyaabaha ixtiraamka ah ama towqiirka ijlaal ee tabjiilka ah baan xad sharcigu u dejinin. Acraaftu marka waa isbedelaysa mararka qaarkood. Muxuu marka cumar baa wuxuu yidhi wiilkii ibnu cumar ahaa nabi maxamed uu gabadhii heble ahayd uu qabay baa furay iyadoo dhiig qabta, aabihii baa dacweeyey. Ibnu cumar aada buu u jeclaa cumar, cumar carruurtiisoo dhan ninkuu u jeclaa wey, aada buu u jeclaa wiilkii cabdullaahi ah. Tayib asaga cabdullaahi ana wiilkiisa saalim buu u jeclaa carruurtiisa, saalim buu aada u jeclaa, nin aada u caqli badan oo qiimo badan buu ah. Tayib iyadoo sidaa tahay waagi dambe uu ku eedeyn jiray baaba, waxaa la yidhi cumarow wiilkaada cabdullaahi ibnu cumar waa muhaajiri, waa nin xaafida, waa ninkana xilalkan aada qaybinayso iyo mas-uuliyaadkan aada qaybinayso maa wax ka siisid. Wuxuu odhan jiray ninkii haweeneyda sidii loo fura garan waayo madaxi loogu dhiibi maayo. cumar wuxuu ahaa nin aad iyo aad u adag, ninka haweeneydiisa siduu u fura garan waayey oo madaxi loogu dhiibi maayo odhan jiray.
يعني وحيك أهيد يعني إنه كله أنتم عمر دون هاي مويل رج بلن بكم الناحلك أدي أدو بلن بكم النا وحلك اللي ودي بي لكن عمر قاعدة وحولها إنك مسؤول كا قيس كيس وكفجيو حلك أي وزارة الدولة كفجيو سيدا درت طبانك السنة يدور كل بلاد كوي طبعا سنة أسكت هذا تقوى حير دمان كوي طبانك السنة عمر وخليفة أها ولجنين ريبني عدي قيس عمر كده شحيل موسى ديبي لا وزير ولا صاعم مال ولا قاضي ولا والي ولا معالم درس بحية ولا نم شرقات سعيد بن زيد بو مقعابي لحبه الكذب وعزلي انت كالمسلمين تقول حلك وقيمين تري سيدا درت بين المسلمين عمر أيضا إن يرأي سكشة غني أيوة أدي جزئي وقلب سنان تيسي شدة كنت تتكع على علهاي هذا أنا حق عدل اللي يسهل لنا أدور إلا مشي في التاريخ محاية إلى قيس كده ناء وكده شيء ورم بكلحي دين تكده أنت وحوي لي دين بدن بكتك أصدق الغلاء أولي المسلمين تبدن كده وقاضي وحوي لوحي رأي عمر إليهين هل حراشو هدو بحين واي رأي بني عدي هالله يرو هبحين دين تيد هدي بحين وايان قريش شرها الله وقبتها بحسو هذا قريش يرهب بني عدي يرهب عمر بوحو ذا يدين ذا كفين وآيان مسلمين تها الله بنيو بنجيبو شفا بيتو مالك جوغا مالمها قاركود مسجد كنبي محمد وحلقه سبحجة الدهبية في الله العق دهبية في الله فتوحات كسرة يا قيسر لغاك يعني يرهب فارس يا مسجد كبه حسام الشري انت وانتي مدحوينها انت وحفيزك مدحوينها انت وهو السعوتينتي انت وانت قدقا انت ولو حقي جيسان جري واكو في الليل عيد حتى تمرد ما يسان جري ومع ذلك سوق عادل عدل اكو سعود مركه قاركود صحاوده قنت الله شري ودي جري واحد او قونسان سميا جرا مال ابو حويره محمد مسلمه الانصاري ابو يره حويره محمد مسلمه قاب كان وحو ودو يو مامولكيغا واحد قونستي ما جرا حويره مايا حولها تو اوروريسا انك لحريص على جمع المال زكدا يا صدقاتك يو وحو دنبا تو اوروريسا بر خولها اوروريسا ميل كو كوسدا كديمنا وحو كبخيسا ميش ربي الله لو بخيو حكمك عادل باتاي حينت مسلمين تو كو وناغزنتاي وحان كو قونسد ما ارغ بو لكن مالك تاو لخت سيفان كو لخينينا بو مالك ساترادو سيفان كو توسين سيدي ليبك لو توسين كو توسينينا بو عمر الله يكو حمد الله با ما الله بر امه نبي محمد كم دقي أو كدري نمان مركان وأنصاء ولحدو سيد الليب كي توزن هاي سيف نقول توزن هاي ومعنا يقول شيء ده حبسك تكبرني إلى عدد سمالي واتقارنا إن يرمت كميل لي ما ضحكوا سعنا هاي كبر بونسقط لوكا بالله كان واي ما لنك هاسودتكو يا قانون بو إنكري تلفونه بدلاً قريه بدلاً كم يا قانبة مصيبة وي عمر مركو إلهي بيكو حمدي الله أمد نحن حد كدري بونين مركان صاول لحدو سيف يقول توزن هاي كما محمد مسلم إلهي بام هادلي عمر مركا تاس وكود ذالي جري و آد بو وقفقان جري باشا مكا رئاسة دا مركا ميل كفر يزوتو أما آل ميل هايسو قويس كات قد ألاتي كفوغي مامولك قويس كات قد ألاتي كفوغي أيوه اللغة يابا إنا يؤم مضيهين أو يعدوليهين أو يعلميهين أو يوحتريهين أو أيوه حقا طيبا كفي عنيهين ومضو حي صوري المادير تبا كلو رجيستي هبل أنا جم حنوجي جاي يا شاي مالكي تقول هبل أو قبض صدي هبل بوقي بي المدير تبي بوقي بي تربو حقود عيتين براءة وفارق بيليست وعنصري وقومي من الله حتى بكرد ما هو أي كرسي وفديه أي حكول أول إنسان هيا أنت وعمر وكبد بهذي صحابي كدم بيا خليفة عثمان بن عفان وحابي اللي قوقون صدي كميت أهيد آدي آد حكم كشوق الله وحيد الإمام الذهبي في سير وكل شيء في التاريخ لحد سنة أهرس خلافة ديس طريقة عمر يا أبو بكر بس كده ينو كوضو خيبنا ومين من ربنا بأهاي ويكوبية كيرين حاجة كقالين عثمان إن آذ أود بعسن بؤها نحرس بدن لينا لين بؤها خلافة ديسية شفقة ديسية وناك ديسي بدنا يعطف ديسي بيكفى إذا استنمن بدن أو أن وناك سنين سيدا أديركي أذيرك حكم من العاص وملعون أها النبي يقول عن ذي صلى الله عليه وسلم مدينة كعيري وربده كنا ولا نجريب السحري بعد ما رزقوا أنت أنتوا النبي يقول ولا وحواء طريد أنتوا أبو بكر ولا وحواء طريد أنتوا عمر ولا طريد بوها بعد ما أبو بكر وعمر النبي يقول أنتين بالسحري أذيرك بوها نيم بقول إنه عاصا
oo barkoodna khayr badan laakiin uun suxbada ku wada jira ad wanaagsana yaa yaa maamulkiisa in badan taathiiriyay Cuthmaan rag badan oo marka saxaaba ahaa oo xilliga Abu Bakar iyo Cumar ba xil hayay buu casilay Cuthmaan ilma adeertii buu u dhiibay ilma adeertii ayuu u dhiibay rag badan ilaa 7 nin oo saxaabadii kale intu casilay buu u dhiibay ilma reer Banu Umayya waxay markaa reer Ciiraaq iyo reer Masar ay ku qoonsadeen ay miiska soo saareen ay ku dagaalameen salafkuna ay waxay kaga jawantay waa ay dhahayn waa saxaabi lahu ijtihaduhu inay mudan yihiin buu arkaa arrimaasa kamid ah waxaaba dhaawacay bay kamid ahayn ummadana ku kacashay Cuthmaan asagoo saxna oo nin mubashar bil janna ah khulafaa wal raashidiin ninku jira oon la aqmari karin haddana min xaythu siyaasan ka hadlayna maamulka idaariga ah waxyaabaha dhaawacaya inaad ka fogaato aad iyo aad kaga ilaaliso saxaabiga dhib badan bay ku keentay zuuri baa ka sheegay wuxuu leeyahay 6 sano oo horeysay khilaafadiisa waxa kaana mustaqim ama 6 dambe asna waa waayeelay qoyskiisana waa ku biya keeneen ilaa waagi dambe ay la gaadhay Cuthmaan intay ma Camar ibn Yasar baa aad u naqdiyay maalin markaasuu Camar baa wuxuu ku yidhi wixii xil ay Rabbi kuu dhiibay waxaanu kugu ogeyn inaad calaa kitaabillaahi wa sunnata nabiyihi وعلى سيرة الشيخين أبو بكر وعمر أضمرته لكن تلك بعد كذا ما هو يدبر عثمان وحي لقى دو حوري بلم كإلهي بورق ربنا أمي إلهي سبحانه وتعالى جنة فرهة تويدي ببور ربنا أمي رقيب لها بور فرها إيجا أودي بلا مركة إجران ونك استميش سوق لا دينكم قل له يدبر على لا بس حبيب أسكت على كل هذا ونك سوقات وحنا قلت شيء ذا مركة نين مسؤولة هاي ولقى إسكيلالي xil hadal qabato qoyska aad ka dalatay ka ilaali meesha ayada ah waa siirato Abu Bakar wa Umar wayan waa lagu badbaaday iqtadu billadayni min ba'di Abu Bakar wa Umar inna Allah ja'ala al-haq ala lisan Umar wa qalbi maxay yeelay min haythu shari'a al-islamiyyah way banaan tahay in ninka mafduulka laga wanaagsan yahay xilka loo dhiibo asoo ninka wanaagsanaa uu joogo li maslaxatin Khalid Walid quraanka wax badan ka aqoonin ba xilka qalka loo dhiibi jiray سوى أورنج شغالا للجهاد عن كثير من قراءة القرآن أثر صحيح عنه جهاد كي يهوش أن كسر عليه بائن بدون حيقة مش القرآن كان برا لها يقراءة القرآن هكذا كدي عنتو يرقز كعابنتو هول بيوبا أنت يا وقتي يا فكر يا تاتك يا طبعي أوبا أنت مركز صحاب المهاجرين يا أنصار ووين أستكاق منو تشوغا ما دام وكقف عنا هوش الدقالك يا أباندو لها iy ciidan dagaalgelinta iyo weerar iyo hawlaha kaga ficna asaga loo dhiib jiray Usama ibn Zayd oo wiil 17 jir 16 jir ah ayaa akaabiru saxaaba loo dhiibay hoggaamiyay waxaad aada halkaas aad maalinka asaga ku ficna xilka loo dhiibay maxay yeelay aabihi Zayd ibn Haritha ku shiido ay reer Rum dileen oo markaa Urdun iyo Agas fadhiyay Falastiin qayb ka mid ah degana markaa wiilku in loo diro qoyska aabihi dilay ficil badan ba ku jirta waxa laga faa'iisanaya xurqada iyo culaadu u qabo ninka aabihi dilay waa laga faa'iisanaya waana diinana waa la siinaya saasuu nabiga uu diray wacdar u dhigay aan raga qaar ka dilay oo san dhig lahayn nin yarna waa 16 jira Amr ibn Aas oo ma adu soo islaamay yaa ciidan ay ku jiraan Abu Bakr Umar iyo ku jiraan Akabir waxa loo dhiibay maxay la qabiilka lagu duulayo ayay Umar ibn Amr ibn Aas raabtiyashi ah hooyadii ba ka dhalatay marka wiilku in reeabtigi loo diro dan baa ku jirta abtiyaalo waxbad iga daayo ay diinta soo gala waa halis weey laakiin hadii Umar iyo Abu Bakar iyo Khalid loo dhiibi lahaa waa rag siyaqaan wala isgalhaya yaani siyaasadu waxa loo baahan yahay nabiga qaabku wuxuu markaa fiiris wala yaabisa ma aha ninkana aqoon badan xilka loo dhiibaa hawshu ma aha marar badan bay hawshu galeysa oo aad iyo aad u wanaagsan tahay waxaan aad ugu farxay oo shalay la ii sheegay kismayo aad iyo qabsaday nin isaaq ay u dhiibeen baa la gudoomiyay gobolka dhigeen nin isaaq oo reer Hargeysa bay saareen war wanaagsan wuu aniga shakhsiyan aad baan ugu boqay kullay laana kuwan kale way ku heshiin way inta meesha dagtay ilaa waan u dhalanay ku haya hadii mid kood loo dhiibo ka kale fiirsan hayaan oo isdeen ma hayaan hadii mid gaal jacayl loo dhiibo harti iyo muxuu amarraxaan iyo absame iyo baajuun baan meel laga galiyay la arkay haddii mid harti aliyaado qocadaha meesha ka gudoomiyay gobol barrixaan iyo absame iyo qoliyaha xanaaq qafka tuuray intii meelaha deganeed oo qafka tuuray meel intii laga dhax qaaday nin waqooyi ka yimid in loo dhiibo anuu waxaan leeyahay xikmad ahayd
wixii ka dhiman doona Allah naga yaqaan laakiin waa qurux santa ayay sheekh Dr. Abdullah hay maxay u soo horjeedaa aad way hay ilaa aad boosaaso oo mid maxaan ku dhahdaa reexa mara ka noqdo gubernatore oo gado uu ka noqdo mid ogaadan yahay ka yimid uu ka noqdo oo kismaayo uu ka noqdo nin isaaq uu ka noqdo gudoomiye hawshu saa u qasanto waxba idin hagaagi maayaan xuduudan juqraafiga ah iyo xuduudan qabaaliga waa in laga gudbo way nabigu salawaatullahi wasalaamu calayhi markii madiina saxaabadu yimaad madiina la yimid xilka u badan waxaa qaban jiray muhaajiriin baa loo dhiibi jiray niman hadda soo qaxay oon waddanka aqoonin oo marti ah oo haddaba baxsad ahaa oo quraysh ka soo baxsay diintooda la soo cararay baa xilalka u badan qaban jiray qolyaha nabiga la taliyay muhaajiriin bay ahaayeen ansaar labanaba laba talin jiray cumar iyo abubakar baa ag fadhiyey markuu xataa nabigu tashan hayo talada marka koowaad wuxuu u dhigi bandhigi jiray muhaajiriin ashiru calaya ayuha almuhaajiruun markay soo dhaafto yuu ansaar u gudbin jiray ciidan hadduu dirayay muhaajiriin baa hogaamin jiray hawshu ma anaa meesha u dhashay hawshu ma aha dariiqina maxaan shaqal kuma laha waxaa la eegahay aan kulba meesha yaa mudan yaa ku fiican yaa ummada dejin kara hada hu laakiin maxaa nin hadda ka yimid waqooyi ka yimid lagu dhiibahaya laysa min addiin shekh laysa min addiin wiil yarbaa xilka loo dhiibi hadduu mudan yahay oday waayeelaa loo dhiibi hadduu mudan yahay nin shalay yimid oo carab ah oon soomaaliba ahayn baa fooda loo gelin hadduu mudan yahay ku munaasab yahay waxaan kale waanaad ka gudubtaan baa loo baahan yahay waxaan u soo dega dantaydan ka hadlahayay markaad mas-uul tahay ama xil qabato ha kula wareegeysana qoyskaad dhalaad ka dhalaatay way mudan yihiin ayagaa iskale lagama aqoon badno balaayo kala ku hoosnaban ummaddoo dhan baa tanfiir baa ku dhici adiga baa lagu tuhmi innahaa safiya tuhamku ruux waa inuu ka dheeraado ruux muslimka ah waxyaabaha lagugu tuhmaya ka fogow xaaskiisi nabiga sal allahu slam wuxuu uhi innahaa safiya markuu arkay saxaabadoo talaadii boobahay wuxuu uhi innahaa safiya waxbaa ha degdegina waa xaaskaygii haddii adugu intaad baasha dhex fadhiisato oo xilki lagu dhiibay aad kala dhammaan weydo ree hebel aad kala dhammaan weydo ha dhowna ay soomaaliya ku tirada waa faraqabiisa qowmi cunsuriya nacnac kaa saari mayso daacad baa iga ahayd diin baan doonahay kana iga ahayd kaa dhaqaaqa mayso sheekh adaa ummadda khariiba meel cidlaa fadhiisiya marxaba sheekh cabdiraxiim aniga gudoomiyahaasa intaas ay anfacda aniga inta kore ay anfacday masaasay leeyihiin ilaahay baa naga og anugu intaa horanba aad iyo aad ugu farxay intaasaa laga sheegay anugu waxaa way aad iyo qancisayba nin isaaq ah oon qolihii meeshan sheeganaya ama ku dambaabahaya aan ahayn baa gudoomiyihii jubooyinka laga dhigay war aan soomaaliya hadda kuwa soo marin weyn allahuma maarigi qaranku jiray haddii ay dowladdu dhisdayda xoga lahayd taa iyaduba baab gooni ah wey laakiin intii burburku dhacay ama soomaaliya isruugtay wixii ka dambeeyey nin aan gobolka u dhalan mas-uul ha looga dhigo ma soo marin baan filhaya anu kulley ma hayo maxaakimta u horreeyan maya haddana waa iyagun baa ila tahay hawsha macanidu ma aha kulli waa saxan tahay waxaan uga jeedaa kulley waa tilaabo cusub oo wanaagsan ood mooddo inay wax baabi'inayso cudurro badan daawanayso ilaahay subxaanahu wa tacala umadaha caafi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره وحاد فرتا ابن عمر فليراجعها قبلها كل لابد هسوع عشو ذو قبل دل قد بكفري سوع عشو حتى تظهر إلهي ظاهر نقطه إلهي ظاهر نقطه حان موضة هيا إيه شعب عبد الرحمن الكيسين تانا كتاقين حالي شاقي إن لغو قيبي مامولك كسمايو أما جبوين لغو قيبي أر فإسو قاداني كلي لو حبنود نمانك الشباب اللي يلا لسيي بان مقل هاي xubin mise laba xubin oo qolihii ictisaami ittixaadkii hore duqeyda waaweynaa baa la siiyey xubin waxaa la siiyey muxuu ahaa ciidankii waadhow lagu ururinayay kudhaa ee u badnaayeen qolihii harti baa la siiyey xubna waxaa la siiyey muxuu ahaa qolihii reer askamboona shaxas turku u watay qolihii kale maxay ahaayeen maxkamadihii shariifku waday xubnaa la siiyey saas urur ahaan baa loo qeybiyey ururkaas marka ninkay doorteen ba waxaa laga yaabaa in qabiil laga dhex arko hadda waxaan maqlay qolyihii mareexaan baa la saaran yahay oo itixaadkiina ninkay soo doorteen wuxuu noqday nin mareexaana shaxansturki ninkuu kaansadayna nin dalxaa ka soo dhex booday idan meesha laba mareexaana ka soo baxay
باشو ساسي كو يدك قف صورين مويين قابك وذاتك حوا جاسمي حواها حمنا أربو قيبي سدي أكل حب النايل أيو قيبي أصدق الله وحب من بقاطر جيزي مد أقعدين يمد مريحانا كسر أحب الله يزي أصدق بقاطي شباب كي لبدو سيينا نين وانين إساق اللو دي حواها جبوين كورن بقبتي نين محو نقضي رحوين نين رحوين من نقضي إذن مركز السوس محامشي يلا كويه طبعا حمنات ولا فيري 4.5 بالصاري سومالي بالصارتي إذن قبيل بنوت لكن مركز ورسوه حسب ذاتك السمية محمي محمي وأنا أسك نظام سكي داري أنا وما دفاعي لكن نيجا سرائي يسبك دي بنكرة فليراجعه فليراجعها سوء عشرة قبرنا حتى تطهر إلى ظاهر قتليك وكجوه ثم أنت كذب تحيد إلي جهشه حيضة أخرى حيض كله فإذا طهرت مركي ظاهر نقطة دي قد ما كقبيسته فليطلقها إن شاء هفر مهدو دونها قبل أن يجامع أن تسنو قلموني كهر أو ما سيمسكها إسكاها إسكاها قبل بسن فرن وحيور الشيطان باكتل يعناق وكبا بأي قبل هديشت قبل دي قد نحصورت سوء عشالي يورت كو دي قد هكذا ماضو ها قبيسته طيب هذا دي قد هاشو ديك لا إنها شرط ما لكن النبي يقول حالاً وحقوق حلنا يا ابن عمر بخصوصا وحقوق حلنا يا بالعراض يوحي وكبابه أزوجن حقوق وحاس كتبه موقت إنك بيزا لقوم على مر هذا اللي على قبر ورتدي كه كقبيست حاس كتشوكت ديك هلا هاش هك قبيست أظن أقم مرين مر كافر أمد ديسو وحوي يوم متدر لبعضنا يدور بربلوي نين دلنا يروح مركب بيل اللي إذا قبر ده أكو أكتر تو أكتر ده كذا نقل مرة تعبان كرتين بمعنى مر بكلب بودي وكلب بودو واتكون نقطةه وي ما ككلب بوده واتكون نقطةي لأنه قال ماذا عند بعد هالعلم مراجعة وي سيد أحمد يا غير كي مر هيا حلبة كشرة والنبي قابك سوء إدارين يا صلوات الله وسلامه عليه لكن قبر دي قمر كقبيشته أتكون فرتي كدنب ظهر غاز اذن marka u galmooni wad ku furi karta sida loo badan yahay laakiin cunu wax ilayn sida uu nabigu tilmaamay dhinac bidix midiga laga dhaqaaq karo fa idha tahurat marka ay daahir noqoto fali yutalliqa in shaa qabla an yujami'aha aw yumsika fa innaha al'iddatu intan dambe marka nabigu daba dhigay ba marka shaafi'i iyo malik tuujinaysa madhabkoodi fa inna qabka an nabigu sheegay buuri العدة ومضشي التي مضشاسو أمر الله ربي أوفري أن يطلق إن لفر الله أيضا أني ساو دمرك الله فره قابك أن إلهي أشيك دمرك إن الله فره قابك أن وي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن واتنوي إذن لكن قبل يوديك قبت هذه الفرصة الراجحة طلاق ودعها وحارا طلاقين ردو لكن فرطانك ودعها فرطان طلقات وعلى حسابي ساسنا راجحة إنك سوي ابن تيمية يا أرضي يسوع أي مرين وصنداع عينين وحنا كسر ابن حزم باكسر الرجال لكن مذهب الجمهور باصحة الله يتمسح وكذا الشغل بان رحمة الله تعالى عليه مثلا ذا إرواء الغليل كأدلة على عظم أوكي أنا يطلق إنه دعاء هي حديث صحيح أو معناها تلمام إذا طيب أيوة الرواية أبي الزبير بي خلط قاتم وذاها قبه إنه صنداع عينين والعلم عند الله باب في شأن التجارة وما فيها حباب هاي جناع سجاء يوحك صابسًا حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي وعبيد الله بن موسى العبسي ويعني بن عبيد الطنافسي قالوا وحدا جماعة وذادها أخبرنا زكريا بن أبي زايد أبو يحيى الكوفي وننثق لكنه يدلس عن زكريا بن أبي زايد عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال شعبي سمعت النعمان بن بشير صحابي قاصر المقلوب يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين الحلال شيء حلاشة أبين وعدي هاي حلاشة محض جاء واسكعده بنان كيت الحولة هذه هي بس صحة هدية لقوك يعني واحد شقيستي حولة أبها كده حشي يعني وحولة عدوي الحلال بين والحرام حرام تنبين وعدي بمعنى حرام تمحض جاء أنا وعد هاي ميتدي بختي خنزيركي وحرام باسكعد ليكي وحرام بينه وبينهما بين الحلال البيني والحرام البين حراشة عد حرام تعد وحاول حي أمور الرمبضا متشابهات فنقلها هي متشابهات شبهها يو حراشة حرام تبا يد مودين يقود الجيران
xugo mugdi baa ka gali ma dadko dhan bay mutashabihaad yiin iska dhex galeen oo iska ishkaal galeen mise ummada qayba kamid nabi maxamed oo nabi wuxuu la yaclamuha ma ogo umurta mutashabihaadka kathiirun min annaas in badan dadka kamid ah laakiin culimada qaar kood waa u cad yahay waxaan inuu san ahayn mutashabih oo yahay xalaal bayna ama uu san xaraan bayna oo xalaal yahay wuxuu u cad ama uu san mutashabihayn oo yahay xaraan bayna idan laakiin ummada in badan oo kamid ah waxaa ka ishaal galahay weeye xalaashi bayinka ahayd iyo xaraanti bayinka ahayd waxaana qaacida ah marka shaygu xalaal bayin uu noqon waayo oo ka ishaal galo ama xaraam bayin uu noqon waayo oo ka ishaal galo shay kasta waa in loo celiyo asalkiisa asalkiisa baad u noqonaysa matalan adoo salaada ku jira iyo waxaad istiri tolow ma neef baa kaa timid nabi wuxuu uhi aan laga bixin salaada xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan لأن الأصل هو محي وبقاء طهارة أصل حوي وإن الوي سقبته شيك كان تبيت كنت ميت ككعد حاس كيف أكون ميرسنا وحتى وما لي ورت مئة فرت كبرنا مرة حنا خزي مئة أو لب حب مئة فرتي واس شيك شيك باي ما دام فورين بانكو لنا محي إلى أصل وإن القبت كبرنا حاس كات قبته اللهم ماذا بك مالك شيك اعتبار جادي على مرين طيب وحي مركها دو إشكال قالوا مقدي كه قالوا oo sababkii mubiixa ama muxarimka kuu caddaan waayo waxaa loo laabtaa asalkii baa loo laabtaa gabadh baa saxaabi guursaday haweenay baa timid tiri anaa idin nuujiyay labadiinaba wuxuu waxba maadan sheegin arooskayga wanaagsan iyo howlahayga adiga qaribaysa iska tag kaa dhegaysan maayo waagii dambuna saxaabiga safray nabigu u tegey madiina ugu tegey nabi maxamed anagu iska nabad qabna oo dhaqan bay haweenay noo timid waxay tiri waagaad ay raadeen baa wada nuujiyay labadiinaba waalaa tiina kala dhaqaaqa mana malnahay inay run sheegayso riwaayad raacinaysa mana filahay inay run sheegayso nabi wuxuu uhi kayfa waqad qiila sidee u qabi kartaa gabadha iyadoo la sheegayba inaad walaalo tihiin kala maxaa yeelay lianna alasla fi labdaaci attaxriim asal waxay dumarku inay xaaraan ka yihiin ba asal ah haweenku inay xaaraam kaa yihiin ba asal ah oo aysan kuu bannaanayn farjigooda waxaad ku bannaysatay yacnii asbaab sharciya guur iyo nikaax saxiixa iyo cuquud iyo gabadhu inaysan maxram ahayn marba haddii sababkii kuu banneeyey ee guurka a muran galay maxaan u laabanaynaa asalka oo xaaraamnimadka ahaa kayfa waqad qiila sidaas weeye saxaabi baa uyi nabi maxamed mararka waa ugaadhsaday waad garanaysaan xadiidka abi thaclab alkhushani waan ugaadhsaday iyo xadiidka cadiyiba labaduba mararka qaarkood leeb baan ku tuurahayaa ogaadhii leeb kalaan ku arkaaya mana eygaygii baan dirahayaa ey kaloo kula dhegan baan ogu tago anu aan lahayn oo doola meel kee war u haynin meelaasuu kaga lagu daray maxaan sameeyey nabi wuxuu uhi kaa eygaadu iyo ey kale isu raacinahaa cunug waa bakti midka leebkaadu iyo leeb kale ku dhaceynahaa cunug waa bakti gantaalka kaad ku dhufatay intuu cararay meel qawa iska tuuray ama biyo ku dhexdhacay ama adaan war uhayma biyihiba u dhintoo baktiyey mise leebkaadi baad dinaha u dhawaane lianna alasla fi luxuumi waa attaxriim walxurma weeye hilbuhu asal waxaa u asala inay xaaraam yihiin waxaa lagu banaystaa bismillaah iyo gowrac sharci ah gowraci sharciga iyo bismkale hadduu mugdi galo xageed u laaban asalkii inay xaaraam ahaayeen qawaacida saasa waa inaad in badan la socoto laakiin ma dhacayso in xaqi weligiiba ummaddu ka ishkaal galo ee ummadda in kamid u caddaan inna mugdi buu ka geli asbaabtay keentay ishkaalkana waxaa ka mid ah in bacdu ahlicilmi oo adilada ay soo gaadhay badhna aysan soo gaadhin bad in xadiidku agta uusan ka sugnaanin bad inuu meesha cilmigu ku yar yahay marka ruuxa muslimka ah waxaa la rabaa inuu saxaro qo dheer baa laiskaga tiraay uu ka fogaado aada iyo aad iskaga ilaaliyo faman ittaqaa ruuxii ka dhowrsaday ashubahaati waxyaabaha is-ishgaal galee shubahaadka ee mugdiga ah istabra'a waa dhowrtay weeye lidiini diintiisiba u meeldayay iyo wacirdii sharaftiisii istabra'a bimacnaa ay talaba albara'ata lidiinihi min annaqsi washayni watacyiib yacni diintaadii baad ka dhowrto ood ka ilaalisay in lagu dhaawaco ama lagu duran wax lagaa sheego sidaa dadeed bacdu salaf wuxuu man carada nafsahu lituhami falaa yaluumanna man dhanna bihi suu'a ninkii meel xun isdhiga ummaddii tuhuntay uusan la dagaalamin adaa meel xun isdhigeen ma ogtahay nin soomaaliyeed baa laga sheegay wuxuu uhi ilaahay foolxumo ilahay baa iga baay nin quruxsan buu ah xoogu isku tuhmahaya wuxuu uhi foolxumo ilaahay baa iga baay buu uhi fadhi xumana anaa iskaga ba'ay buu
بمعنى ميل حنو المناس إنا فريستو أولياء يبال با ميلها سيئ قلها يي ميلها نوكو جيري أنا اسك إلى ليبوري مر كورونا إلهي نفر حميق إلى ليب مر كلا بضع بوا كد دا من نوا إلهي با إسيب من نوا أنشاقيس دي بوجيدا المهم روح ونس إلى ليو أدسو إلى ليو من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء ذا النبي ومن وقع إذا النبي أنت ضبط حكوت المام هيا وحكا إشكال قلي أما أنسبع عنك وقع الدين إسكاقفقو بناك كإستاذ ومن وقع الروح كدعا في الشبهات وحبي إشكال قلي عن عدين واضح أن وقع وحكودعا هيا أصنام وكودعا عيب حقيقة أهان في الحرم لأنه مالك سيدا هذا كدام ما هو إذا وحبيه مورا كتاقنا أو تكوى ريجي ما قدام به توين إسكاعد بدل أورنيس وضيقها يري وضد وين بكور ذا إذا واسدا من باب سد درائع وصائشة محرمات كوجين شرع وأودا وصائشة وناجي واجبات كوجين شرع ومضى وأمره إذا كيف جو يكون رجع سنين ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام مركن النبي مثال بشري وسأضرب لكم مثلا رواية عند أبي داود هل مثال بين سنين بنبي ولا كراعي منك حول جرك أكله كاسو يرعى كراعة هي أما وقع في الحرام وأقول عك الراعي سد الراعي وأقول عوي أصلنا سيره اللودي ذي كاسو يرعى كراعة حولي أري كتر هي حول الحمى شرمها هريز حمى هو ماشى للديري أما أودن أما حبيرك أما أسند هذا أودن وهي أي حرام ما قدر ملها ترى أروى كودا داقو ربا ما قدر ما فكان أنتي ملك دوسي بيرت الحقين ما قدر محدد ربا ما أنت لما أركين بالله لابك سيدا ما هي أفر كسيدا لو ما أركي ما لك وير ما يرعدين إبر هل قاسم بيتجي يساوي كراعي يرعى حول الحما يوشك وحادو أن يرتع إنه داقو فيه في الحما كل حد عبا روحي مركز شبهات كوري يست كيف قام واي مردو حدعن حارنتي وين ضحفر يستو حارنتي وين ضحفر يستو ألا لكل ملك حما بقر كست مسلمين وحوله سيران لدافين حدود بوليه هاي أدون كجوجا بقر هذا أدون كجوجا والله المثل أعلى نك سحوله سيران لوزو دافين أنت وحدود مرايكن كأنت واتي كندا أنت واتي هبلايو واتقنن وإن حما الله إلهي دول صوغ وانملها أدون كذا بزكاة إسكالة إلهي سيره سبحانه محارمه وحكاره بي وحرب كود ذي بأسراء إلهي وحكود هذا طابط حد إلهي بعد الله عيسى أو دلقتري ألا وإن في الجسد مضغة ألا وإن في الجسد مضغة عده لبا كترة عده لبا جوزين أفجلس إن يروا على ليه ونهو أرتنا وحسك ونهو حلوة كذا ونهو وحسك يريهاي بيرك ما هو ونهو إذا صلحت أما صلحت بالقراءتين إذا صلحت هذه صوبت يده هجكت ونه هجاقه بمعنى عافي ما ظهر معها عافي ما تكوين أوزن لهين محوها ونوسن قبين محوها عجار شو إيو وينوسن برشر حاجة لين إيو كرستر وينوسن قبين إيو هولها ما وحلق الله وحلق الله يا نفاق يا حقد يا شرك يا بخت هذا وكفى يبدأ له كذا إذا صلحت صلح الجسد كله جسد كله رنبا ونكسناني محايا يا ليلة يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه إذن عربك أصنع حكومة عربك هدوها قاقو قلبك هقاقي قلبك هدوها قاقنا جسد كله رنبا هقاقي إذن علماء الحبيب مركي رادان روح مسلم كإيمان كيسو قلبك قصب بالله مركان الدليشين وحان لنا هاي قلبك روح إيمان كسب بالله مني أعماشنا وحان لنا هاي وحي كررت إيمانك قلبك أها إذن وتساعد إيمانك ينشأ من القلب إلى الجوارح لكن بخلاف الكفر كفر وحوكب الله وضاء أعماشي أقواش وكب الله مني وحان لنا الأعمال إيو الأقوال الكفرية ودليل على كفر الباطن يكفي لأنه قلبك نود هذا وحان لنا هاي عملك الله تمد كفرك إيا قولك كفرك كاسو بحي وحي تسها يار قلب قاضينا قال لي ما يملح بحزي مع السلامة ورقة الدنيا مركب فرق وأود حياة إيمانك يكفر مركب حاجة لقى فيري وإذا فسدت قلب قهدو فسادنا فسد الجسد كله بفساد ألا وهي القلب وقلبك قلبك وي وأن قلبك قال له قد على الإلاليو وحقي صلى الله عليه طيب مسلمين دون مركب قلب يورب شوكا وأنا آدي آدس كلا وحيبان شبهات كي شهوات كان إيو
محرماتك آدس كفريان وكفقادان وحيابا إهبان وحلاليه مرن بلاهين بإسكرها التدان وحكى الآدس كفقادان بالربا. باب في حق العيال وما فيه حبابي وحكو يمد عيالك حق إليهين. حدثنا حجاج ابن منهال حدثنا حماد ابن سلمة حماد ابن زيد عن أيوب ابن تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء الرحبي عمرو بن مرثد الدمشقي عن ثوبان مولى رسول الله الدمشقي قال ذكر رسول الله رسول كله وحوش شيئي أحاديث فربضاً منها وحكم إذا أحكامته شيئي أفضل الدينار دينار كأو خير بدن أو فضل بدن دينار شلن وحد بحصو أو شلن وحاو خير بدن دينار ينفقه الرجل على عياله شلن روح كبيرة وكبحي عروتي سي وحقو قبت كورت بحشي كل قالي يو دينار ينفقه على دابته في سبيل الله يا دينار كاد كنا فقينيسو فرس كاد رتي كاد بقل كآثار هذا كل هالجميسي إلا جايد كاد هذا محن قاية دابتي فرس ما دلما هي اللهم لا يرمين بابورت لود هالجمع هي قري كاد كده قال ما يزود قصي فيزو كوها بيزو كده يعترتو ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله يا دينار روح مسلم كأصحابه إذا مجاهين تأوصيه أما أوصوا دره يعني واحد بحس واحد أخر بدن وهي وحبا أخر بدن بيكوتشران قال أبو قلابة أبو قلابة حول مركة تابعي حديث مكور رمى هي بدأ رسول حكم بالله وحنفقين بالعيال عيال حكم بالله بي عيال كأي حكم بالله بي قال علوم الله كم حليهن شذا ابن تيمية وكرحت الله تعالى عليه حديثهم حكاها الله ين جهادكم مكوس فرض عين كأهين جهادكم مكوس فرض عين كأهين بالله الله لكن مكوس فرض عين هي أول شيء وحلونا فقيه وأسره بيلك عروتي هواينك وحال لبحنا يا جهادك بل وحوي عروتي هواينك هذا دمان هيان كوبيا الله شو ما هيو بل حوله وحال لبحن في الجهاد في سبيل الله. طيب أدل نوك ينسى كتاب كيسلو يقان الفتاوى الكبرى وكذا الله. طيب قال وحوري مركا يا أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل يسعى على عيال له صغار حتى يحفهم أو يغنيهم أو يغنيهم يغنيهم الله به يعني وأي رجل أعظم أجرا يا كأجر وين وي وكما إنك كأجر بدن نن من رجل نن يسعى أشقين على عيال 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 كاسو له صغار عيال كاسو أسقو له لكن يرير حتى يعفهم إلى كإلاليه وسؤاش يدور سقى كريبه حيلا يسكر ريبه يا وحسين تزين نفقت سبر ريبه هي أو أما سيغنيهم الله به إلى أيق أو غني له أسقى ايغو الهي كو ديقه هيا او وخصوص اني بي غني كو نكون هيا سبب كيسي بي ايغو مركز كو ديقتوميان حديثكم وخا لمده حديث كي صحابي حديث كعب بن حجره مال مال ما كميده صحابه وخا اركن نين مرقوا و دفدفلين هيو شقين هيو وكاتور هيو غنعسن هيو مركز وخاين لو كان هذا في سبيل الله والحوغن يا مرقهن يا عضلات كان بارزده جدك الهي هذا كو دغالم له كو بخين له با كو فيعان لهيد سوق با كدمان لهاي نبي قال ماذا قلت ساسا النبي حدو إريبور حونين كان حوق بدنا شقينا يهدو عرور مساكين وحوق هايو أما لبا والد وواوين ونشقي سنكر وحوق هايو أما نفتي سبا أولي يدن توقسنين وذن من آذان كعانه ورسن أولي هاي صدح لهدو كتيرو وفي سبيل الله بكتيرا لكن صوق حوق بيل كيسي هاي سبيع بال كيسي هدو كتا هاي شقي سنكر أورد كان أكيها لغاشيغو يهبل وأكتف وأنا شقيست و بزنس مان وأنا لا يقانو حريفا وأنا بلكرد عضي هلو يقول هذا مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان نبغى تفسيري مسلمة كتفسير بقى كتيرة بركتاس أو كلوي. باب في شأن حق المرأة على الزوج حبابي هي هوين ذو حق إنك هذا كله هذا هاي حدثنا يعلن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وأن صدوق حسن الحديثة عن أبي سلمة عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن أكمل المؤمنين مؤمنين تقوى أولا ما يزرن إيمان حق إيمانك مؤمنين تقوى إيمان وي أو إيمان ونكسن وحاوي أحسنهم خلقا كو طبع ونكسن يعني طبع ونك إيا الدين تمرب نبوك على قاذا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه خلق مرك وطبعه يضنطه يمعانك يميرح الروحه أضو عالمه ومحدثه وصوح كل الطورة يلقيها وإنها تهي مصيبه لقاء عرر الولاد الزكرين
وحن طبعه واشي ربي بعيسى سبحانه وتعالى هي خلقة دين تنحوه ويكو يرشي الشيلين وكرتمه واوين بيكا قوري موين يري ركي ويكوها رهايا إن يرى إن هذا مضى كل بتوه يكوها ري إذن طبعه وناسا واشي قيمة بضنوي هذه هي القيمة بضن وخياركم كو إذن كو ناكسنا إخيارتنا وحقارتنا عقاشنا الخيار هنا هو الأشراف أشراف تذكى مقع عليه وناكسنا أشرفت له خياركم لنسائكم وكو دمرك إنه أقو ناكسن كو دمرك أقرهون بايدين كدين ناكسن سمالي وحي يقان أنكو هدو إسلام تسوء هاي ويبا سحرة طيبة مال بايد ديغطي أيضو بكور ديابة عقل كلاما مهي قرقو ساقو ريسن كامور دمادة با وعي سيد الله وضو الله وضو عرره واقدم جيسو يالنها إسلام تبقى لها ayadi haday ninka uu jaban tahay waa la xaman xali waa walaatay ku saxay waa ku khafiiftay ba hebel u bay ku haysa aabaha haday la leeyeen hebel u bay leeyda habeenki bay ku qarawda gabadhan ever ba laga dhigi asagana ever oo dhamaad dadka waa qori wal isku dhiibay maxa salaama waa dagaalamahay ma ka dab tayib hawsha weyn aad yaa iska ilaaliyo tumarku loo tixgeliyo waxay yihiin bab fi sha'ni haqqi zawji ها شيخ زوجته قبت انك سيء الخلق ان انا قياس قادنا انه لا انه ما دام ايضو مركي تاي هوين دبيعه حنو سيئه الخلق منك دعيس لما اقبل ما دام الليلي ayadu asaguna haduu dabeecad xun yahay ayadu haday iska furan ducada laga aqbali maayo ma oran karo oo mas'alu waa mas'ala cibaado waa mas'ala nas waxba qiyaasku waa ugu adag yahay meeshan ayada laakiin waxa xaq u leedahay haduu dabeecad xun yahay iska furto inay tiraa ifur kooma dhaqmi kara xaq bay u leedahay tayib haday qaabka ku dhibsanayso waa ama tan dhaqankiisa ama qaabku rabbi u abuuray sida gabadhii Salma أيوة سيقت ثابت من قيس بن شماس الأنصاري أوكل وافسحنت حديثك طوبان من غير ما بأس بور أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس بوها لبها دوت شروء وطبيعة حمية قلب سنان يا ضيق حق بولدين سوى قد انتو لكن بريها انت من نبى الله ما هي قبره كيدا اسكاهشت اسكاهشت استراتي طيب باب في حق الزوج على المرأة زوجته حقه وكله نينكيده وبابي ما دام كيه روها حقه وقبرنا مسلمات ده نينكيده وكله وين كده داشو آدي آد نورها اللي قريسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولد نفسه محمد بيده لا تؤدي المرأة حق حق ربها حتى تؤدي حق زوجها هو يريد حق نينك حق إلهي ما بجودن كرتبة أو عبادة يا الله عبادتان كذي مرة ما يستر مهيا إلى أي جودته حق نينكيده وكله هاي حديث ربضان بو نبيك هوشاس كغاها اللي و آدي آد بلوبة هيا إنا قبرد حق نين كيدا كددا شو أساقون أو كددا له ولا نبيك تسالي أو يلي آخرو حايمان دونا نين نين كلابدا حاسقا ومسطح لقبه أوكا لدي حدا أساقو لابدا قرباب أي كلا ديريين قرب كان نورو كتشوكا نعيكا تاقن ياي وعلامات وي كاركا لقبه هيا بطاقة محروقة وي وحلطوس هيا نينك يومانين أي حاله أو حتى جوجشي سووك لا يحذي وحلق الله ينا قلبك أمي قلبي إله ما مولاه وحلق الله يرقن كأي صدوين تأي بيل كأي كورقب كحلق الله وحمرك عشان ظروف كانين وين آدي آد وكلا دلالوي حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك وصدوق كثير الوهم وننسي الحفظ أوي عن أبي الزبير محمد بن مسلم وتدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله قال لا ينبغي لشيء شيء مهب ومبنان لا ينبغي عند في الكتاب والسنة وحويا ومن أشد ألفاظ التحريم سيغوين كشرع واستعماله وكديده ينبغي باك لا ينبغي باك ماذا ما ينبغي وما ينبغي للرحمن لأن هذا لا ينبغي للمتقين مالك لا ينبغي همود مهب ونضي إنه يتهي وهب ونضي إسكفه وحويا وتحريم مش قدام بيسي لشيء شيء وها بونا ومر بنانو أن يسجد إنه أسجد لشيء شيء كله يعني شيء شيء أسجد أحد أحد أسجد ما بنانو ولو كان ذلك
كهذو بنان لها سجود إن روح روح كله سجوده كان نساء لأزواجهن كان نساء دور كهان لها يسجدن أي لأزواجهن رجل كله سجوده لكن ما بنانا وهي حق أو دمر كرجل كله يهاي مركل اللي يجو هذا هو شو هو العبادة يسنا قلنا لهين وحاف عنان لهيد ويدمر كون رجل سجودان لكن إلهي بنو قاين السجود لغير الله ممنوع وانا شرك لما أقوله إذن مركه هلا كلا دلاله وجبرنا مسلمات دانين كذا كذا داشو إلهنا كعب سطو وحي وانا أي قبان كرتنا هلا تماذ السنة كحديث كنا وحوي ضعف بكجر إنك إسماعيل بع ضعف كجرة لكن حديث حوليه شواهد فربضان يطرق فربضان وحديث صحيح حوي هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.